لو الحكاية فيها إن فيجو جانب استمرار في شهر يناير الحالات اللي هي عندها شبيهة بالإنفلونزا، ولو إحنا قارنا من شهر يناير بالسنوات السابقة في 2014 نلاقي إن في عندنا 4.9 من الحالات اللي عندها إنفلونزا. فيروس إيه اللي هو النمط إيه يمثل المجموعات الإنفلونزا الإيجابية حوالي 92%. فيروس تحت فيروس ايه؟ قلنا فيه تحديد اكثر ثلاث انواع موجوده H1N1 هو بيمثل نسبه 86%، يعني النوع الثاني دلوقتي هو H1N1 ويمثل 86% من فيروسات ايه؟ وده يتطابق تماما مع الوضع على مستوى العالم. بعد كده حضرتك دلوقتي هنشوف بعد كده عشان نقول نقطه كده سريعا على فيما يخص الانفلونزا الطيور، عشان بعض برضه لحد دلوقتي في ناس في عندها خوف بتقول الانفلونزا الطيور. احنا الانفلونزا الطيور اول حاجه كانت عندنا كانت في مارس 2006، احنا دلوقتي بنتكلم في سنه 2013. السنه اللي فاتت كان في عندنا 4 حالات. اخر حاله انفلونزا الطيور سجلت في مصر كانت في ابريل 2013، ومنذ هذا التاريخ لم تسجل اي حالات مؤكده في الانسان اصابه بالانفلونزا الطيور. ممكن يبقى فيه اصابات في الطيور طبعا، بقول لك في انفلونزا في الطيور، بتكلم في الانسان اخر حاجه في ابريل 2013. بعد كده لو جينا نتكلم على الكورونا برضه نقول عليها كلمه واحده، ان الكورونا اجمالي عدد الحالات المؤكده من فيروس الكورونا على مستوى العالم 180 حالة، روسيا منهم 77 حالة. الكورونا بدأ إن أول حالة فيها كانت بقى في المملكة العربية السعودية. مرض الإنفلونزا يصيب الإنسان زي ما قال عمرو، هو فيروس الإنفلونزا ألف هو أكثر أنواع انتشارا، لكن هناك فيروسات كثيرة جدا ممكن تصيب الإنسان بمرض الإنفلونزا. يعني في إنفلونزا ألف، في ب، وفي كورونا فيروس، وفي انواع كثيره، وفي برا انفلونزا، وفي كذا نوع 10 15 نوع من الفيروسات ممكن تؤدي الى مرض الانفلونزا. في 90% من الحالات المرض بيقعد 3 4 ايام بيعدي. الانسان بيجيله الحرارة بزور، قد يجيله ارتفاع في الحراره، ويحدث ويرشع تكشير في الجسم، مش قادر يقوم ويعدي الدور ويرتاح. في ناس تانيين ممكن يحصلوا التهاب في الجيوب الانفية، ممكن يحصلوا التهاب في الشعب الهوائية، وصلنا ناس لا يشعر. احنا بنعمل تاني مؤتمر صحفي لاعلان عدد الحالات والحاله الوبائيه لمرض الانفلونزا الموجود في مصر. احنا طبعا بنتكلم عن هذا الموضوع لان هو واخد مساحه كبيره جدا من اهتماماتنا، وبنلاقي ان في تضارب في الارقام، بنلاقي ان في تضارب في الاقوال، وده ممكن يكون من التخوف الشديد ومن ممكن بعض التصريحات اللي هي ما بتكونش غير مدققه. يعني أنا بتمنى من حضراتكم إن دايماً لما نكون عايزين نتكلم على هذا الوضع، سواء للإنفلونزا أو الأمراض الفيروسية أو لأي أمراض على مستوى الجمهورية، إن إحنا ناخد التقارير وناخد البيانات اللي هي بتطلع وبتصدر من وزارة الصحة، لأن إحنا اللي عندنا كافة البيانات على مستوى الجمهورية، عندنا أماكن الترصد لجميع الأمراض على مستوى الجمهورية، وفي النظام ده مدقق وليس مستحدث، انما دهيت على الفترات والعقود الماضيه. هذا النظام يطبق، وهذا النظام يعني تم مراجعته ويتم مراجعته على طول، ويتم تجديد كل ما هو يلزم عشان خاطر البيانات بتاعتنا تكون مدققه ونكون عارفين احنا بنتكلم عن ايه. عندنا في منظومه للتراصد، المنظومه دي لسه بادئه النهارده ولا تاني مجلس سنه 1999 في بعض الاماكن على مستوى الجمهوريه، ثم في الاماكن الجمهوريه في منظومه للتراصد الامراض الشديده في